بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكيد تابعتوا الحلقة اللي أنا سويتها أمس عن الفتنة اللي صارت في قطر والمتقاعدين العسكريين من أهلنا في الأردن. صار في نوع من المظاهرات، والحلقة نزلتها في اليوتيوب وأيضا في الفيسبوك، ولكن في الفيسبوك صار لها انتشار كبير الحلقة. لكن أنا صراحة يعني أهل الأردن زودوها صراحة، يعني زودتوها أهل الأردن فعلا. فدخلت التعليقات، كمية أخلاق، كمية رقي، كمية شهامة، كمية رجولة، أنا صراحة ما شفتها والله. أنا الآن أوجه رسالة لكل إنسان متابع، روح وقرأ التعليقات في حلقتي عن المظاهرات اللي صارت من قبل العسكريين الأردنيين، سواء في الفيسبوك أو في اليوتيوب. فعلا شعب حريص على الأخوة، حريص على اللحمة، حريص أن المسلمين يكونون يد واحدة. والله أهلنا في الأردن، أنا أشكركم الشكر الجزيل على ردة الفعل اللي أنا صراحة مهما الآن أشكركم، اسمحوا لي والله لن أوفيكم حقكم. يعني لأول مرة أنا أسوي مقطع أشوف شعب حريص على الأخوة بين المسلمين بهالطريقة، أنا ما شفت صراحة. أنا والله أهلنا في الأردن ما جاملكم، والله ما جاملكم، كفوا عليكم، الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير، والله هذا العشم وأكثر. وأنا آسف على التقصير، أني يعني مهما أتكلم الآن فأنا مقصر في حقكم. وأنا لعلمكم أهلنا في الأردن، أنا من 10 أيام تقريبا سويت حلقة. في بعض الناس قالوا لي عبد العزيز أنت ليش تتكلم بشدة مع بعض الناس، ولما تتكلم عن الشأن القطري تتكلم باحترام. وأنا وضحت وجهة نظري وقلت مش بس كلامي مع أهل قطر، كلامي مع أهلنا في سلطنة عمان، كلامي مع أهلنا في الأردن، كلامي مع أهلنا في المغرب، في الجزائر، في بعض الدول. لما تتكلم معهم والله تحس أنه يحبك، تحس أنه يعدك إنسان، أنت أخوه، ما يقول لك والله روح شوف بلادك، مثل بعض الخمة اللي لما تتكلم كلمة وتنتقد بحب وتتمنى للخير يطعنك في أمك ويطعنك في دينك وأخلاقك ويكفرك ويسبك ويفتح لك ملفات وروح شوف بلادك. يا أخي أنا قاعد أنصحك لله في موضوع تقول لي والله روح شوف بلادك وروح شوف أمك وروح شوف أبوك وروح، والله أنا أقول لكم روحوا. أوجه رسالة للخمة الذباب الإلكتروني وبعض المطاقيع، روحوا تعلموا الرقي والأدب من أهلنا في الأردن. روحوا شوفوا التعليقات. ناس فعلا 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 يعني غصبا عنك تحترمهم. فجزاكم الله خير أهلنا في الأردن، أنا يعجز اللسان عن التعبير عن حبي لكم، والله يبارك فيكم. وأنا أدري، أنا أدري أن ما حدث في قطر عبارة عن فتنة، ناس دخلوا لعمل الفتن. وأنا وبالنيابة عن الشعب الأردني، إذا تسمحون لي أهلنا في الأردن، أنا أوجه رسالة للمسؤولين القطريين، إذا بيسمحون لي والله أركب الطيارة الآن وأروح الأردن، وأنا كلي ثقة إنه راح يرجع معاي أكثر من 100,000 أردني فزعة ومجانا يخدمون أهل قطر في كأس العالم. وأقولها وأنا محاسب على كلامي، وأنا محاسب على كلامي، أن أهلنا في الأردن على استعداد أن الآن 100,000 أردني يمكن أكثر يأتون إلى قطر ويفزعون لنا في كأس العالم مجانا. أنا على ثقة والله. أنا زرت الأردن وأعرف أخلاق وشهامة هذا الشعب العظيم. لا أريد أن أطيل، والله أرفع لكم القبعة، أنا ما لابس قبعة لكن عقالي أرفع لكم أهلنا في الأردن من أخلاقكم، جزاكم الله خير. أنا حتى والله أمس يعني ناس، حتى في واحد من 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 الأصدقاء في الأردن بعث لي رسالة، وفي بعض الناس قال عبد العزيز يا أخي روح شوف التعليقات يا أخي فعلا. وأنا قرأت التعليقات أمس، كمية أدب، أخلاق، رقي، شهامة، كرم، حرص على المحبة، حرص على. أنا والله أتمنى أن إحنا كل فيديوهاتنا نقرأ تعليقات إيجابية بهالنوع. والله نتعلم منكم الأخلاق أهلنا في الأردن، جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم. لا أريد أن أطيل، مهما طولت ومهما قلت
ما راح اوفيكم حقكم اهلنا في الاردن. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم، والله سبحانه وتعالى يبعد عنا الفتن ويبعد عنا المشاكل ويبعد عنا اهل الحرام، وباذن الله باذن الله سبحانه وتعالى الامه شئنا ام ابينا قريب راح تتحد وتكون يد واحده، وهذه قبلة على جبين كل اردني شريف.